طوال 40 سنة حرصت الولايات المتحدة على منع حصول مصر على صواريخ للقتال الجوي خلف مدى الرؤية، والمعروفة باسم صواريخ إمرام 120. بل المفارقة إن أمريكا وافقت على تزويد السعودية والإمارات وتركيا وقطر وطبعا إسرائيل قبلهم بهذه الصواريخ، وده حرصا على ضمان تفوق إسرائيل الجو. لكن هنا لازم تسأل نفسك، ليه أمريكا بتسمح بتزويد السعودية والإمارات وتركيا بهذه الصواريخ وبتمنعها عن مصر؟ مش الدول دي بتعلن عدائها لإسرائيل؟ أمال ليه أمريكا وإسرائيل مش خايفين من امتلاك الدول دي لصواريخ القتال الجوي خلف مدى الرؤية البصرية؟ ويعني إيه أصلاً صواريخ خلف مدى الرؤية؟ وإزاي مصر قدرت مؤخراً تكسر كل القيود دي وتوطن صناعة هذه الصواريخ الجبارة محلياً؟ وإزاي مصر اتحركت للحصول على صواريخ القتال خلف مدى الرؤية؟ وإيه مواصفات وأهمية الصواريخ دي؟ وإيه اللي حضيفه لقدرات الجيش المصري؟ في 14 أكتوبر عام 1973 اندلعت أكبر معركة جوية في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية، وهي معركة المنصورة الجوية، واللي استمرت 53 دقيقة، ما جعلها أطول معركة جوية، لأن عادة المعارك الجوية بين المقاتلات النفاثة لا تستغرق سوى دقائق معدودة. في المعركة دي تصدت 52 مقاتلة مصرية ميج 21 لهجوم إسرائيلي مكون من 160 مقاتلة فانتوم وسكاي هوك في معركة غير متكافئة كما ونوعا. في مقاتلات الفانتوم الإسرائيلية بتتفوق على الميج 21 في المدى والرادار بحوالي 4 أضعاف، وفي حمولة التسليح والصواريخ بثلاث أضعاف. ومع كده نجح نصور سلاح الجو المصري في هزيمة إسرائيل في المعركة دي وإسقاط 17 مقاتلة فانتوم، فيما خسر سلاح الجو المصري 6 مقاتلات فقط، منهم 2 فقط بنيران العدو والباقي لنفاذ الوقود. من المعركة دي اترعبت إسرائيل وأمريكا من قدرات المقاتل المصري، ومن وقتها اتشكلت أول دوافع حظر توريد السلاح النوعي لمصر، وخاصة صواريخ القتال الجوي. وبقى مفهوم إن السلاح في إيد المقاتل المصري قوته مضاعفة، وده يخليك تعرف إن مفيش قوة في المنطقة بتشكل تهديد حقيقي على إسرائيل غير مصر. أحد هذه الأسلحة المهمة اللي كانت محظورة على مصر امتلاكها هي صواريخ القتال الجوي خلف مدى الرؤية، وهي نوع من الصواريخ جو-جو مصممة لضرب أهداف بتبعد عشرات الكيلومترات عن المقاتلة الحاملة للصاروخ، بمعنى بتتميز بمدى طويل وسرعة عالية، مما يسمح لها بالاشتباك مع مقاتلات الأعداء قبل حتى أن يتمكنوا من اكتشافها أو الرد عليها. كمان سرعتها عالية جدا بيجعلها صعبة الاعتراض، وبتحتوي على أنظمة توجيه متقدمة بتضمن دقة عالية في إصابة الأهداف. يعني من الآخر، لو في معركة جوية بين مقاتلات، فالمقاتلات اللي بتملك هذه الصواريخ بتضمن التفوق حتى لو كان عددها أقل من مقاتلات الطرف الآخر، لأنها تقدر تستهدف مقاتلات العدو قبل حتى العدو ما يستشعر بوجودها أو يقدر يرد عليها. المشكلة هنا إن مصر في حاجة لهذه الصواريخ، لأن مصر حالياً بتعمل أكبر موجة تحديث شامل لقوتها المسلحة من 150 سنة تقريباً، وسلاح الجو المصري بيتعمل له أفضل صفقات تسليحية ممكنة. ففي الوقت اللي نجحت فيه مصر في شراء مقاتلات الرافال الفرنسية والميج 29 الروسية، وأصبحوا بيخدموا دلوقتي في ترسانة سلاح الجو، كمان مصر بتتفاوض على توريد مقاتلات اليورو فايتر الأوروبية من إيطاليا، ومقاتلات الـ F-15 سترايك إيجل الأمريكية، والمقاتلتين دول بالتحديد لازمهم حزم تسليحية من صواريخ القتال خلف مدى الرؤية. يعني عندك مثلا مقاتلات الجيل الرابع الغربية بتتسلح بصواريخ سايند ويندر AIM-9 قتال جو-جو قصير المدى، مداها بيتراوح من 15 ل 30 كيلومتر، وبيتم تركيب الصواريخ دي على مقاتلات الـ F-16 والـ F-15، وبتعتبر من أنجح الصواريخ قصيرة المدى في العالم. صواريخ سايند ويندر بتخدم في 40 دولة من بينها مصر، حيث تمثل صواريخ سايند ويندر أساس تسليح مقاتلات الـ F-16 للقتال الجوي المتلاحم، لكنها زي ما ذكرنا صواريخ قصيرة المدى، في حين بتتسلح المقاتلات الإسرائيلية بصواريخ BVR، وهي اختصار لصواريخ القتال خلف مدى الرؤية، ودي مداها بيوصل ل 100 كيلومتر، وممكن يصل في بعض الأحيان ل 300 كيلومتر. الصواريخ دي ممنوعة توريدها لمصر، أو بالأحرى أي صاروخ للقتال الجوي مداه بيتخطى ال 85 كيلومتر. لكن مصر ما سكتتش، واتجهت لروسيا والصين، وزودت مقاتلات الميج 29 بصواريخ للقتال خلف مدى الرؤية من طراز R-77 اللي مداها بيصل ل 80 كيلو، وسرعتها بتصل لأربع أضعاف سرعة الصوت. الصواريخ دي موجودة بالفعل في مصر على مقاتلات الميج 29،
بعدها اتجهت مصر الى الصين للحصول على صواريخ بي ال 15 للقتال الجوي خلف مدى الرؤية، علشان يتم تركيب الصواريخ دي على مقاتلات الرافال، مع العلم انه بيصعب دمج الصواريخ الصينية او الشرقية عموما على المقاتلات الغربية. لكن مع الجيش المصري مفيش صعب، وخاصة انه تم تركيب صواريخ امرام الامريكية للقتال خلف مدى الرؤية على مقاتلات ميج 29 وسخوي 27 الاوكرانية. المهم الصاروخ الصيني بي ال 15 للقتال خلف مدى الرؤية سرعته بتصل الى 4 أضعاف سرعة الصوت، ومدى بيصل ل 200 كيلومتر مع خاصية نو اسكيب زون، ما يتيح له ملاحقة اهدافه لاطول مسافة، كما يمكنه ضرب طائرات التزود بالوقود والانذار المبكر، ولديه قدرات لمقاومة التشويش عليه أثناء ملاحقته للهدف. إذن مصر قدرت تحصل على صواريخ للقتال الجوي خلف مدى الرؤية، صحيح صواريخ مش غربية لكنها أدت الغرض. لكن هل ده كفاية بالنسبة لمصر؟ الحقيقة أن مصر لم تتوقف عند الحظ الغربي لتزودها بالسلاح النوعي المتمثل في صواريخ القتال خلف مدى الرؤية، وبتتفاوض حاليا مع إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا على جعل الحزمة التسليحية للرافال واليورو فايتر عبارة عن صواريخ ميتيور للقتال خلف مدى الرؤية، اللي بيصل مدى لأكثر من 200 كيلومتر وبيستطيع ضرب مختلف الأنواع من الطائرات، ولديه قدرات الداتا لينك الخاصة بنقل البيانات للمقاتلات حتى وهو بيلاحق أهدافه. في مصادر أشارت في تقارير إلى حصول مصر على صواريخ ميتيور، ومصادر أخرى نفت، لكن الأكيد أن هناك ضغط غربي أمريكي وإسرائيلي لعدم حصول مصر على صواريخ غربية للقتال خلف مدى الرؤية، لدرجة أن إسرائيل لم تبدي اعتراض على تزويد أمريكا لمصر بمقاتلات الاف 15 للسيادة الجوية، لكنها أبدت اعتراض على تسليح المقاتلات بصواريخ خلف مدى الرؤية. وهنا لازم نوضح شيء مهم، حصول مصر على أسلحة نوعية من المستوى الأول زي المقاتلات الغربية ده مش بيتم بسهولة، بيكون في الكواليس معارك استخباراتية ودبلوماسية ضارية، ومصر لديها من أدوات الضغط اللي جعل إسرائيل لا تبدي اعتراض على صفقات الغواصات الألمانية، رغم أن الصفقة دي بالتحديد عززت تفوق البحرية المصرية على الإسرائيلية بشكل مؤثر جدا، لدرجة أنه في إسرائيل من يقر بتفوق البحرية المصرية، لدرجة التهديد الفعلي للبحرية الإسرائيلية والإيرانية مجتمعين. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال، إزاي إسرائيل لا تمارس أي ضغط على ألمانيا في صفقة الغواصات المصرية اللي من شأنها تعزيز هيمنة مصر بحريا على إسرائيل؟ إلا لو كانت إسرائيل تحت وطأة ضغط شديد من مصر، ضغط بيعكس قوة مصر في ملفات أخرى في المنطقة. على نفس السياق ده يمكن أن ترى عدم اعتراض إسرائيل على تزويد مصر بمقاتلات الاف 15 للسيادة الجوية بأنه في حقيقته ضغط مصري شديد على إسرائيل، لدرجة أن تل أبيب بتذعن للرغبة المصرية. لكن في مسألة الصواريخ دي بالتحديد بيكون الوضع مختلف، حزم التسليح الخاصة بصواريخ القتال خلف مدى الرؤية بتطلع من شركات عدة بتمثل دول، وده بيدي مساحة للوبيهات الضغط على عكس المقاتلات. يعني مثلا صواريخ ميتيور للقتال خلف مدى الرؤية بيتم تصنيعها في شركة MBDA اللي بتضم 6 شركات أوروبية زي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وألمانيا. ولك أن تتخيل الحزم التسليحية لأسطول سلاح الجو المصري اللي بيضم مقاتلات الاف 16 والرافال والميج 29، وقريبا مقاتلات اليورو فايتر متعددة المهام والاف 15 لمهام السيادة الجوية. انت بتتكلم عن سلاح جو ضارب في القوة، يلزمه مش بس شراء حزمة تسليحية للصواريخ ولكن تصنيعها في مصر مستقبلا. وده اللي اشارت له صحيفة تكتيكال ريبورت بأن مصر والصين بدأوا بالفعل إجراءات تصنيع الصواريخ دي محليا داخل الأراضي المصرية. وأخيرا شايف الصورة دي، دي هنا في مصر في فبراير 2021، وبيظهر في الصورة قائد سلاح الجو المصري ونظيره الفرنسي خلال إحدى التدريبات الجوية، وبيظهر في الخلفية مقاتلة رافال مسلحة بصاروخ ستورم شادو الجوال. أهو الصاروخ ده من أهم الحزم التسليحية في الرافال، لأنه صاروخ جوال مدى بيتخطى 500 كيلومتر، ورأسه الحربي بيقارب 0.5 طن، وبيستطيع ضرب مختلف الأهداف عالية القيم. أهو الصاروخ ده كان ممنوع على مصر اقتناء لحد ما ظهر فجأة في التدريبات دي. الصاروخ ده هو المسؤول عن غالبية الضربات اللي اتعرض ليها الأسطول الروسي في البحر الأسود، ودمر العديد من السفن والغواصات الراسية على الموانئ في شبه جزيرة القرم، واستطاع الفكاك من منظومة التشويش والدفاع الجوي الروسي. الصاروخ الهام ده من ضمن الحزم التسليحية الرئيسية لمقاتلات الرافال المصرية،
فهل نرى بجانبه قريبا صواريخ الإمرام والميتيور؟ أم أن الصواريخ الصينية للقتال الجوي خلف مدى الرؤية تقدم أفضل نسخة من الصواريخ الغربية؟ حفظ الله مصر والجيش المصري وأعلى شأنه كمان وكمان، وجعل الأمة المصرية كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.